لرؤيته الثاقبة، أوجد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل فكرة لإنشاء مزرعة ألبان، وذلك بهدف تزويد المجتمع بأفضل منتجات الألبان الطازجة. وفعلاً وقبل 30 عاماً من الآن تم افتتاح مزرعة ألبان الصافي في الخرج. بدأت مزرعة الصافي في إنتاج ما يقارب 20,000 طن يومياً من الألبان ومشتقاتها داخل المملكة، لتنقل الصافي ثقافة صناعة الألبان من الشكل التقليدي المتمثل في اللبانين إلى شركة ألبان متخصصة. هنا في السهباء في محافظة الخرج، وعلى بعد ما يقارب 100 كيلومتر جنوب مدينة الرياض، شيدت أول مزرعة لألبان الصافي بثقافة الإنتاج المتكامل، حيث يضم المشروع جميع العمليات المرتبطة بصناعة الألبان، والتي تشمل تربية الأبقار وإنتاج الحليب الخام، بالإضافة إلى المصانع الخاصة بإنتاج وتعبئة الحليب ومشتقاته، ومزرعة أخرى لصناعة الأعلاف. بدأت مزرعة الصافي باستيراد 6,500 رأس من أفضل سلالات الأبقار في العالم. وقد اتسمت مرحلة الثمانينات بالاهتمام بعملية الإنتاج وآلياته كمحور رئيس لقيام الشركة. القشطة طازة تعجبك، طعم الزبادي يطربك، واللبن راي مقربه، صبحك وليلك تشربه الصافي انت. في التسعينات الميلادية، وبعد أن قطعت الصافي شوطا كبيرا في الاهتمام بآليات الإنتاج، بدأ التفكير بتطوير أساليب التسويق والتوزيع لتكون السمة البارزة لهذه المرحلة. المرحلة الثانية هي قيادة التسويق، وهذه المرحلة التي تميزت فيها مرحلة التسعينيات، فكان التسويق هو الذي يبحث مع المستهلك النهائي عن رغباته وعن احتياجاته وعن اهتماماته، ويعود إلى الإنتاج، بحيث أن الإنتاج هو الذي يقوم بإنتاج الشيء الذي يطلبه السوق. شهدت الألفية الثالثة شراكة الصافي مع شركة دانون، التي تعد أكبر شركة دولية تهتم بإنتاج الألبان، حيث تضم أهم مركز بحثي يقوم بالدراسات المتخصصة في هذا المجال. أول شيء أوصلتنا إليه هذه الشراكة هو الوصول إلى نتائج هذه الأبحاث، وهذه الأبحاث تركت لنا مجال كبير لأن نطرح منتجات مختلفة ومتنوعة عن ما يطرح في السوق. في تلك الفترة قدمت الصافي نفسها بشكل احترافي في قطاع الألبان على مستوى العالم، حيث تنتج الصافي دانون اليوم من خلال مزرعة متكاملة تقنياً وزراعياً، ومن خلال مساحة تقدر بحوالي 35 كيلومتراً مربعاً، وبما يزيد عن 40,000 رأس من سلالة أبقار الهولستاين، تنتج ما يقارب 300,000 طن من الحليب ومشتقاته. احترافية الصافي دانون لا تتركز فقط حول جودة الإنتاج فحسب، بل تتعدى ذلك إلى التسويق، حيث غطت الصافي دانون منطقة الخليج والشام والعراق. كذلك دخلت الصافي مرحلة الإنتاج الذكي من خلال منتجاتها ذات القيمة المضافة. تستشعر الصافي واجبها الوطني من خلال الشراكة المجتمعية التي تبنيها مع المستهلك المحلي، مقدمة بذلك نموذجاً لما يجب أن يكون عليه القطاع الخاص المحلي.
شركة الصافي دانون أيضا وصافي بشكل عام تعتبر من أولى الشركات في المملكة التي أدخلت مفهوم استشعار المسؤولية الاجتماعية ومحاكاة نبض المجتمع والاهتمام بهمومه وعكس ذلك في أنشطتها الاجتماعية. من أهم البرامج التي أطلقت في هذا الصدد هو برنامج نادي الصافي لاستقاء البيئة، وهو برنامج يهدف إلى رفع معدل الوعي بأهمية نظافة البيئة لدى المواطن والمقيم. هذا البرنامج بدأ منذ أكثر من 10 سنوات، ومن خلال حملات سنوية تنتقل في كل مناطق المملكة وأيضا تعدت الحدود إلى المناطق الإقليمية حيثما توجد منتجاتنا. نقوم بحملات الهدف منها هو تعليق الجرس بأن هناك خطر محدق بالبيئة، ولا بد أن كل مواطن وكل عائلة وكل أب وأم يستشعر مسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على حديقتنا العامة وهي بيئتنا جميعا. دخلت الصافي موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة ألبان متكاملة في العالم. مقومات دخول شركة الصافي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية هي بكل بساطة لأنها أكبر مزرعة ألبان متكاملة في العالم. المقصود بالتكامل هنا هي أنها متكاملة من الأعلاف إلى المنتج النهائي، أي هناك زراعة الأعلاف، أبقار تحلب، توفير حليب خام ينقل مباشرة ويبستر، وهذا الحليب يحول إلى منتجات ومشتقات ألبانية متكاملة تنتقل إلى السوق. هناك مزارع بمختلف الأوضاع ولكنها ليست متكاملة وبهذا الحجم في مكان واحد. وها نحن الآن نحتفل سويا بهذا الحلم الذي تحقق.